السلام عليكم. تعرف حضرتك؟ حنان الجنايني، رئيس مجلس إدارة ELG جروب. أهلا أستاذ حنان. حضرتك حضرت معنا برنامج 10 أضعاف التأثير 10 أضعاف البيزنس مع بروفيسور كيرت مورتنسون، رئيس المعهد الوطني للقيادة والكاريزما للولايات المتحدة الأمريكية. إيه رأي حضرتك في التجربة؟ الحقيقة تجربة هايلة، استفدت منه جدا. الطريقة اللي هو بيدي بيها وبيشرح بيها سلسة جدا، لدرجة ان احنا قاعدين تقريبا 4-5 ساعات متواصلة بدون بريك، ما زهقناش. يعني الطرق اللي بيستخدمها في ايا كان من الامثلة والقصص very interesting، مش شيقة جدا، احنا استمتعنا بيها جدا واستفدنا بكتير. يعني انا عن نفسي انا سافرت في حتت كتير ودرس في حتت كتير بره، فطبعا ان حد يقنعني او حد يوصل ليا بهذا المستوى ده معناه ان هو هايل الحقيقه. شايفه التجربه افادت حضرتك ايه على المستوى المهني والمستوى الشخصي؟ الحقيقه على المستوى المهني، لان انا عايزه انا عندي تالنت في التدريب، فجيت هنا عشان اخد ده واثقل من الموهبه دي عشان ابدا اعمل تدريب، فده طبعا فادني جدا وطبعا هيفيدني في ان انا ادرب، في ان انا الخبره اللي انا خدتها من كيرتو ميديكس كانت هايله جدا. تنصحي اشخاص اخرين انهم ياخدوا نفس التجربه؟ طبعا طبعا، حتى على المستوى الشخصي. يعني هو كل ما خدتوا كورسات او خدتوا اتعلمتوا مهارات جديده حتى لو مش هتشتغلوا بيها، ففي المستوى الشخصي والتعامل مع الاخرين هيفيد جدا. وإيه رأيك في التعامل مع فريق خدمة عملاء ميديكس؟ كلهم هايلين الحقيقة، من ساعة ما دخلت ميديكس لحد ما خرجت من باب القاعة كلهم متعاونين جدا وهيلبفول وبيذللوا أي عقبات الحقيقة بتقف قدامنا، فأنا بشكرهم جدا وبشكر ميديكس على التدريب ده، وطبعا في تعاون هيبقى بيننا كتير وهنتدرب في حاجات تانية كتير إن شاء الله. هل عند حضرتك مانع إن احنا نعرض الفيديو الخاص بحضرتك على قراراتك الخاصة بشركة ميديكس؟ لا أبدا، with my pleasure. Thank you. See.